أهلا وسهلا بكم مرة ثانية أصدقائي الأعزاء. بالفيديو السابق وصلنا لحد اللود موديول، وبهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل حل المثال مالتنا. فمن اللود موديول راح ننتقل إلى المش. بداية نعرف الإليمنت تايب، راح نختار هذا البار كله نقوله دان، وراح نختار من الفاميلي آخر واحد اللي هو تراس، وراح أبقي الإليمنت لايبراري هي ستاندرد والجيومتريك اوردر لينير. فبهالحاله هذه انا راح استعمل الاليمنت اللي الابكوس اسميها T2D2 واللي هي A2 نود لينير 2D تراس، وراح اشوف شنو اللي ممكن انه احصله من استخدام اليمنت من هذا النوع. فاقول له اوكي واروح على السيد وانستنس، والابروكسيميت جلوبال سايز راح اخلي 2 على اساس انه طول البار كله هو 10، ولما نختار الابروكسيميت جلوبال سايز 2 معناها انه انا دا اقسم هذا البار الى 5 elements. وبمجرد ما اقول له اوكي راح نشوف هاي ال 5 elements قدامنا احنا. It's a type of course مش that's right، بس انا راح استعمل هالشي هذا واشوف النتائج اللي راح احصلها شنو. ارجع بعدها الى مش واختار instance و اوكي تو مش the part instance، اوافق عليها واقول له yes. وبعدها انتقل الى job، I will create a job. الجوب مالتي هنا راح اسميها it's one dimensional elastic bar element، so elastic bar 1D. نقول continue. اوكي سوينا هسه احنا جوب، نختار submit ونشوف النتيجة اللي راح تطلع لنا شنو. كل التفاصيل اللي خاصة بهالجوب هذه ممكن يا إما تشوف الملخص مالتها هنا بالأسفل، أو بإمكانك إنه تضغط على مونيتر وتشوف التفاصيل كلها موجودة قدامك. كذلك هنا يعطينا الستاتس، فالستاتس بما أنه وصلت إلى completed معناها كمل الحل مالتنا، وبإمكاني إنه أنتقل إلى results حتى أشوفها. هذا الشكل هسه هنا قدامنا هو الشكل قبل التشوه. إذا أريد أشوف الشكل المشوه أضغط على هذه الأيكون plot deformed shape، وإذا أريد أشوف الإجهادات والإنفعالات والديسبليسمنتس على الشكل المشوه فأنت أضغط على هذه الأيكون، ومن أضغط عليها راح يطلع لي هاي الإجهادات مال one misses وهذه الديسبليسمنت. فانطباعي الأولي إنه الموديل اللي أنا استخدمته ونوع الإليمنت اللي استخدمتها نجحت بإنه تعطيني الإكزاكت سوليوشن نفسه فيما يخص الديسبليسمنت، بدليل انه اذا رحت الى النهاية اليسرى للبيم اللي هي اتذكر هي النهاية المقيدة عفوا للبار واللي هي نهاية المقيدة، راح اشوف لون الاليمنت مالتي ازرق، ومن اجي على الكود اللي موجود هنا اللون الازرق يقول الديسبليسمنت عندك is equal to zero which is the same exact solution. فنفس الحالة تنطبق على النهاية الحرة اللي لونها احمر هنا واللي تعطينا تقول لنا انه اليو ماجنتيود is equal to 0.2 inch، وهي نفسها بالضبط الإكزاكت سوليوشن. فمعناها إنه إذا أستخدم أني لينير إكويشن للإليمنت مالتي راح أطابق للإكزاكت سوليوشن من ناحية الديسبليسمنت. راح أنتقل بعدها إلى الستريس وأشوف هل إنه نجح هذا الموديل بتمثيل الستريس أو لا، والنتيجة مثل ما نشوفها هنا مختلفة نوعا ما. أتذكر إنه الستريس حسب الإكزاكت سوليوشن بالنهاية المقيدة كان 300، في حين انه هنا يعطينا 280 فقط، وفي النهاية الحرة كان الستريس قيمته 100 في حين هنا اعطانا 120. اكو فرق. اذا نروح هنا للكومباريتيف ستدي اللي شفناها قبل شوية، الكومباريتيف ستدي تقول انه الفاليوز حسب الاكزاكت سوليوشن بالنسبة للديسبليسمنت كانت صفر، واللي اعطانيها الفاينات المات سوليوشن صفر، فحقق لي نسبة 100%. كذلك انه displacement بالنهاية الحرة كانت 0.2 بالإكزاكت سوليوشن، والفاينات إليمنت أناليسيس الثاني 0.2 وحقق لي نسبة 100% من الإكزاكت سوليوشن. أما من ناحية الإجهادات ففي النهاية المقيدة اعطاني 93% منها كان أندر استيميشن، وفي النهاية الحرة اعطاني 120% معناها أوفر استيميشن.
طيب هل بإمكاني أنه أعدل الموديل مالتي بطريقة أنه أقترب أكثر من الإكزاكت سوليوشن؟ أكيد بإمكاني، وهذا هو نفس اللي نص عليه الأوبجكتيف نمبر، انتقل للأوبجكتيفز، أوبجكتيف نمبر 2 Learn how to do a selection of element type. فأني راح أغير الإلمنت type من اللينير إلى الكوادراتيك، بما أنه الإكزاكت سوليوشن مالتي هنا، إذا أروح أشوف الإكزاكت سوليوشن هو كان كوادراتيك، فإذا اختاريت element quadratic type معناها راح أقترب أكثر من الإكزاكت سوليوشن، فراح أروح أنتقل من الموديول فيزواليزيشن، أرجع من جديد إلى المش وأغير الإلمنت مالتي، أروح على الإلمنت تايب وأختار كل البار وأقول أدن، أبقي هذه تراس، لكن الجيومتريك أوردر بدل اللينير راح أقول له استعمل لي الكوادراتيك، فتغيرت نوع الإلمنت إلى T2D3 واللي هي It is a 3D node quadratic 2D truss element. أنطي OK وأبقي المش مالتي مثل ما هي 5 elements، لكن أحتاج أنه أرجع أسوي الانستانس أقول له OK Yes وأنتقل بعدها إلى job وأسوي resubmit للjob مالتي. Override Yes override I don't have any problem with that. فراح تبدي الإليمنت مالتي سبميتد بالبداية، قلنا نقدر نشوف التفاصيل كلها منها. Analysis للإنبوت completed وكل job هسه completed. Dismiss وأروح على results ومباشرة أشوف الـ Von Mises stresses. Von Mises stresses أو إذا تحب إنه تروح للـ S11 تشوف الاختلاف الكبير إلى أنه كانت النتائج اللي حصلناها بعد تغيير نوع الإليمنت إلى quadratic element هي مطابقة للإكزاكت سوليوشن اللي موجود عندنا، بحيث أنه الإجهاد بالنهاية الحرة هو 100 والإجهاد بالنهاية المقيدة هو 300. أما من ناحية displacement فهي بقت 0 بالناحية بالجهة المقيدة و 0.2 بالجهة الحرة، وهو بالنتيجة مطابق 100% مثل ما نشوف هنا للإكزاكت سوليوشن، نفس الأرقام اللي كانت بالإكزاكت سوليوشن طلعت لنا نفسها بالضبط بمجرد ما أنه غيرنا نوع الإليمنت من لينير إليمنت إلى كوادراتيك إليمنت. وبالتأكيد مثل ما قلنا سبب وشرحناه بالمرة الأولى، بما أنه إحنا الإكزاكت سوليوشن مالتنا كوادراتيك لازم نختار كوادراتيك إليمنت حتى نطابق الحل مالتنا. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هل يا ترى هذا هو الحل الوحيد المتوفر عندنا حتى نقترب بصورة أفضل من الإكزاكت سوليوشن؟ التساؤل هذا راح نجاوب عليه بالفيديو القادم إن شاء الله، فننتظركم بهذاك الفيديو.